عن التلفزيون، نتكلم برضو عن ارتفاع الأسعار في هذا الشهر ومتطلبات البيت. هل دي ممكن تكون أحد طبعا الأسباب اللي هي ممكن البيت محتاج العزايم؟ خد بالك انه المفروض ما فيش ولا حد بيعمل المفروض ان رمضان المفروض يبقى شهر تقشف، المفروض نفسيا وانك تريح المعده صيام، شهر والصيام، الصيام. لا مش بس كمان صيام، يعني انت ما بعد فتره الصيام وانك ابتديت تفطر ما تاكلش اكل كتير وتاكل اكل قليل، بحيث انك مين قال كده؟ لا دكاتره كتيره يعني مين جدا قال ده؟ انت بتقول المفروض بعد الصيام تبقي جعانه وعطشانه ده وعايزه بالعكس، سكريات لا انت عايز سكريات وعايزه لكن ما انتش تعوضي جعان قوي، فتره. بالدليل انك ممكن تاخد مثلا بلح او تاخد عصير وتشرب شوربه تلاقي نفسك خلاص اكتفيت، بعد ساعتين ممكن تقوم تاكل، ده الطبيعي يعني ناس كده، بس احنا طبعا مالناش دعوه، الاذان يقول الله اكبر احنا هناكل، احنا كلنا جعانين وبعدين نبقى مش قادرين نروح نصلي احنا التراويح. وزننا بيزيد في رمضان. انا من الناس اللي وزنها بيزيد في رمضان برغم لان المفروض في ناس ينزل. هقول لك ليه، لان الفرايتي بتاع الاكل اكتر من العادي، نعم. تمام انت بتعمل لا، حاجات وضميري بيبقى متنوعه، مرتاح يعني، وانت اني بتاكل اكلت السكريات بقى حاسس ان انت محروم طول النهار، عليك فتقولي عذرك. القطايف دي مش مشكله، طب الكنافه دي مش ما انت بقى صايمه لا انا طول. منع الحلويات والله في البيت، يعني ما تقشف لا ممكن مش يعني ولا ايه؟ تقشف، بس لا اللي هو عشان ما نزيدش يعني، فانا اكلها كده كل فين وفين، في لكن رمضان، يومي يومي يبقى في حاجه حلوه في في رمضان في رمضان، هو لازم رمضان يوميا يعني انت ناكل، بعد ما بتفطري الاسره بيحلوا ايه ما يعني فيش حاجه ليه حلو ايه، في فاكهه ليه لازم في نحلي، رمضان؟ لازم نحلي كنافه او قطايف او حاجه حلوه، لا مش لازم، ما فيش. ممكن لا مش كل يوم ما فيش، بس يعني ما بعملش، انت ما بتعزميش حد في البيت في رمضان لا خالص؟ طبعا ازاي بقى، العزيمه كلها بتبقى في رمضان، انت بتعزمي الناس انا عندي عزومه بكره ومش ليه ما جايبه لهم بعزمش، حاجات حلوه، لا هما بيجيبوا انا بجيب. هي منتظره الناس يعني. لا انا بجيب هما اوعوا بقى بيجيبوا، تخشوا لها البيت من غير ما ما تجيبوا هو حاجه حلوه. للاسف الشديد كله بيبقى جاي حلويات حلويات، بيبقى عندك بوفيه حلويات معايا غير عادي. شريهان، معايا شريهان.